أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديركي العونطجي. على لقاء العونطجي توعدنا نحن وسود العيون، وكان اليوم موعدنا، ولكنني لا أعتقد أن أحدا منكم ترقبه حقا، فعلى الرغم من لذته وهضامته وخفة دمه، إلا أن لا أحد يبحث عنه بيديه، لا أحد يأتي بالدب إلى كرمه، بالإضافة إلى أنه بيجي لحاله، ما في داعي تدور عليه. لكن إذا كنت قد أرسلته في مهمة ما، فعليك غسل يدك من هذه المهمة والبحث عن شخص آخر كي ينجزها، لأنه حبيبنا خلص ما عاد يرجع اليوم. غط. أولم ترسلك أمك في رحلة برية ومهمة نارية، ألا وهي شراء علبة كبريت فقط لا غير؟ فخرجت ولم تعد لأنك عونطجي. قلت في نفسك سأصرف هذه الفلوس على ملذاتي الشخصية، وسترسل أمي أخي أو أختي بعد قليل، وانتهى الموضوع وصلى الله بارك. حليت من عندك يا أكابر، حتى كنت تدخل المخافر، وصرفت فلوس الكبريت وفتحت كيس الشيبسي مختالا فخورا، وبدأت تقرمش يا أيها القرموش الذي ستقرمشه أمه قرمشة الكلاب، وسيؤاجر كل سكان البيت مع الست الوالدة ويساهمون بكم كف وكم رفسة علك تتذكر القتلى، فإن الذكر تنفع، بالإضافة إلى أنها ناقوس يدق في عالم النسيان. لكن معك فالج لا تعالج، ما في شي بينفع، قلبك طيب وبتحب الناس، لكن كلماتك لا قيمة لها، ووعودك كاذبة على الرغم من لطافتها ولذاذتها وأهميتها ومازيتها. والذنب ليس ذنبك كما تردد، فأنت عونطجي منذ طفولتك، هكذا خلقك الله، ما شاء الله عليك، واسم الله حولك وحواليك، خاصة لما بدأ على صدرك وبتمسك على شواربك إنه عندك. صراحة بس تصير الأمور عندك كل الدنيا بترتاح، لكن لأمد قصير، وبعد ذلك يبدأ القلق والتوتر عند الناس، وتكون أنت مختفيا يا ابن الحلال، هربانا من وعودك لأنك فشلت في تحقيقها، فأغلقت موبايلك وهربت من دارك ومن جارك، وعلى أنغام اللي بيحب النبي يخلي خليت، ويا حيف عليك يا حيف، طلعت مو قد الكلمة، وطلعت مو تمام، وطلعت مو رجال دبل مثل ما بيقولوا عنك الخلان، وطلعت أهم شي كذاب، وطلعت مجنون وغير مسؤول عن كلامك، لكن الحقيقة أنهم يظلمونك قليلا. فأنت لطيف وظريف وجذاب وكذاب، تحب الناس فتحل لهم أمورهم المعقدة على القاعد، ودون أن يرف لك جفن تنهي المشاكل العويصة بوعود ما أنزل الله بها من سلطان، وتعمل من البحر طحينة، ومن الصحراء واحة الواحات، ومن نهر برد نهر السين إلى آخره، فقط لأنك تحب الناس ومعشرك ظريف لطيف، وتريدهم أن يكونوا سعداء على الأقل لحظات وجودك معهم. لكنك لا تعرف أنه بعد ذهابك وانتظارهم لك ولوعودك الخلبية سيكونون غاية في التعاسة وغاية في القلق والتوتر، وهم بالانتظار. صحيح أنك مجرد عونطجي لا تؤذي أحدا، لكنك في هذه الحالات تقترب من الإيذاء، ولأنك إنسان مرهف نوعا ما، فإنك عند المشاكل الكبرى التي يمر بها أصدقاؤك تكون أنت المفاجأة، فبعد أن يلجأ صديقك إلى كل القبضايات ويخذلونه سيجدك دون أن يتوقع، وقد وقفت بجانبه تلك الوقفة التي لا يقفها إلا الرجال، وينظر صديقك إليك مندهشا وهو يقول في نفسه والله وحل العونطجي، حكمتك يا رب. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.